ودلوقتي جمعنا مع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، ومنها اجتماعات الجلسات النقاشية للحوار الوطني، واللي هتتناول النهاردة هيكلة المنظومة التعليمية والقضية السكانية. النهاردة أيضا في ماتش مهم جدا في إطار بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ما بين مانشستر يونايتد ونادي تشيلسي، خلينا نشوف. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فلجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني هتعقد جلسة لمناقشة قضايا التعليم قبل الجامعي. محور النقاش هيشمل مقترح إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والمعرفة، بالإضافة لبحث الرؤى في شأن قانون جديد للتعليم وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم والإتاحة والهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم. النهاردة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني هتناقش وضع رؤية ترتبط بتغيير نمط معيشة المواطن الذي يميل لتعدد الإنجاب لنمط معيشي منتج، بجانب العمل على تبني الدولة للعديد من السياسات اللي هتساهم بدورها في تخفيف أثار أزمة الزيادة السكانية، خاصة وإن كلما تطور الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن كلما دفعهم لأخذ خيارات إنجابية أقل. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراة قوية مؤجلة من الجولة 32 من عمر المسابقة، هتجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي الساعة 10 بالليل.